تشوت على الشاشه بتاعك وتروح ما يدري فهمت يا مو بتكسر تعمد تجيب عصا تكسرها لا ما زالك اللعب الا قدامي تقاطع اصوات ولعب قدامنا شنو القم كبري طيب يا اخي شلو ظاهر عندك ساعه الكاميرا ان شاء الله غلط تبي تشيلها ولا لا لا بسرعه وش لا لا مع ها قب 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 راح اشوف لك لوكيشن ثاني راح راح عم بشاور عم بابا ردوه اطرده ايمن اطرده اطرده هيمن اطرده 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 لا يسمعنا سلام لا يجلس يقعد اقنع عز وسلم يا ما يبي مصلحته قب عم بابا راح راح طردوه 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 نعلمه مصلحته ولا يفهم طردوه طردوه مع الباب مع الباب هذا يلا ناس تنصحهم اذا فكرت تعالوا افتح الباب ما والله العظيم نعطي شيء مصالح ويرفضه طيب ما احتفظ بالمطار طيب تعال تنصحك بعض النصائح تؤدي لك الى النجاح تعال تؤدي لك الى النجاح تعال اهلا اهلا عندي من عندي من حبيبي يلا الله يحبك انا اني احبك والشباب يحبونك قالوا لازم ننصح طاهر وقد تؤدي الى النجاح النصائح اول نصيحه تاخذ لك كوره تلعب غلط غلط ما تعرف تبدا مواضيع انت كذا شوف الدخول يا كذا طاهر انت الحين ولا برايم طلعت صح